ده انا زي عارف ان هو مسرحيات. بيحب حضرتك جدا، وكان هو اللي اه دايما طبعا بيجي لك حتى لو مش شغالين مع بعض بيبقى معاك على في المسرح ويجي يقعد معاك ويجي. والله انا لما عملت لك سكر هانم يا استاذ ادوار، ايوه اقسم بالله انه طلب مني ان يخرج هذه المسرحيه عشان يكون معاكم في المسرح. خلاص ياه. والله العظيم انا اول مره اقول لك هذا الكلام، اول مره اقول لك هذا الكلام، ان سمير غانم قرا المسرحيه وقال لي انا عايز اخرج المسرحيه دي. وبعدين ابتدوا بقى الولاد الحلال يخوفوه لكن هو معايا على طول، يعني حتى لو بعمل روايه هو مش فيها لكن هو دايما يبقى متابعني بعمل ايه بتاع كده. على انت عارف يعني، انت عشت معايا في الكواليس وعارف. انا حزين والله ان حضرتك كنت طالب مني اشتغل معاه اخر مسرحيه والظروف ما نفعتش يعني. الحمد لله الحمد لله. هو كان محب جدا للشباب وكل نجوم الشباب اللي طلعوا، دايما كان يكلمني عن نجوم الشباب. ومؤمن جدا بان لابد ان الفنان يجدد نفسه، حتى هو يعني اخر مسرحيه طلب مخرج شاب وانت عارف يخرج له المسرحيه اللي هي الظهر لما يلعب. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.